السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الإعلامي والناقد الرياضي الحسين جناد، وين على بالك أمر هذا ما يشرب هذا السؤال أحلام يصراو، يعني انتقام. هذه كما نقولوا احنا كل واحد يقلب منصب يولي ينتقم من خوه، كل واحد يطلع على خوه يولي ينتقم منه، يعني ماشي مليح لنا كجزائريين، ماشي مليح لنا، ماشي مليح لنا، ماشي مليح لنا كاع. هذه هي وين جانا وين تكلم حسين جناد، وين تكلم على على الرئيس السابق، وين لما قرر رئيس الفاف السابق وبمباركة من عمار بهلول تنحية مجموعة من الجزائريين في لجان الكاف بحجة انتمائهم لجماعة السيد الحاج محمد روروة، وين نددنا وبشدة بهذا القرار المتخذ. واليوم وبما أن رئيس الفاف الحالي يعني قام بنفس ما قام به سابقه ورسل الكاف لإبعاد عمار بهلول وعدم تعيينه مستقبلا كمحافظ للمقابلات القارية، فإننا نندد بهذا العمل الغير الحضر، لأن بهلول والذي سبقوه في لجان الكاف كلهم يمثلون الجزائر ولم يمثلون أنفسهم، وبهذه العقلية الانتقامية لم يبقى أي جزائري داخل أسوار الكاف، وتبقى الجزائر هي الخاسرة الأكبر. كيف صرات؟ صرات ناس جات ضد الحاج محمد روروة، يعني منصب مهم كان قاضبه الحاج بالكاف رب العاليها، يعني ما كاش حاجة تلعب لا به، راحوا منا خربوا له، روحوا منا لتونس، روحوا للمغرب، هودوا للسودان، روحوا لمصر، روحوا لمالي، روحوا من كل واحد وين ما يعرف معارفه يدقدقوا فيها. شوف اليوم وين الجزائر محتاجة يعني لاعبين أمثال ماجر كيما بوما كيما روجي ميلا، كيما هدروا على بلادهم، يغيروا الحقيقة أمام العالم في الإذاعات الفرنسية. صح احنا ما كاش واحد دار تصريح، كاين واحد دار تصريح، انا غير هنا اللعابة تاعنا قدم هنا راهم يهضروا، تشوف بلومي، تشوف مصطفى مازا، تشوف مغاريا، تشوف غير بالشيخ، تشوف اي تاعنا هنا راهم يهضروا للشعب، راهم يهضروا للشعب. صح هدر حافظ الراجي، الناس كاع جاوا ضد حافظ الراجي، علاه يكرهوه؟ ما ناس فاهمين، هدر في صالح الجزائر. هذو الناس يقول لك باللي احنا رانا مع الجزائر، هما لا ماهمش مع الجزائر، هما راهم مع نفوسهم، مازالوا مازال الشعب مازالهمش، هما ما يعرفوش على ديك طاحوا على حافظ الراجي. وانت اش هضرت وما تدخلش روحك يا ودي، سكتوا هو دروك هذا كيهضر. نتوما من 30 مارس وانتوما تتوغوا، بانين موت بلا موت، دايرين سوق بلا براح، عندكم سوق خاص لا براحو، مكاش لي جاب عليكم. هدر حافظ الراجي يقلبهم، خاطش علاه حافظ الراجي وين شاف؟ شاف الناس باللي لاعبين دي زونسيا تاع الكاميرون وين ولاو مأثرين على القنوات الفرنسية. حافظ الراجي دار الكومبلو تاعو، يعرف كيفاش يدير الكومبلو تاعو، أن يقلب ولاد فرونس فوتبول، قال لك باللي قاسما هامين فات، أونز مونديال قال لك قاسما هامين فات، يعني كاع الناس هدرت ليكيب قال لك قاسما هامين فات. شو كيفاش؟ حنا اللعابة تاعنا لهنا مساكين، الله غالب واحد كيما مصطفى مازا، كاين لاعبين كاين حكام سابقين، الله غالب راهم يهدروا، بصح الصوت ماشي مسموع مليح مليح خارج الجزائر، ماشي مسموع مليح مليح، كجزائريين عندهم ليشان هادو يتبعوهم. بصح بصح واحد كيما ماجر راك سفير، علاه زعل من خطر نقولها لكم، نقول لكم هادو ما يروحو، هادو ما يبوش المنتخب الوطني يروح يمثل الشعب الجزائري، هادو يبغوا يمثلوا روحهم باسم الجزائر، بصح يمثل روحه برك، يروح هو يتصور مع كوب ديمون، يوروه شعرو منا طاف طاف مليان، ما كان والو، المهم اسمه. شفتو كيفاش؟
بعد يقول لك راك تهدر يا ولدي كيما تهدر تشوف تصوالح. انا اللي كرهنا من هذا الشكامه، انا كرهت من هذا الشكامه، انا كاره من هذا الشكامه. هذا الشكامه كثروا على كلمه الكذب، يعني وين ما كاين زبله زبان هذا صار كي الزبان الازرق راحوا كاع تلموا عليها. يعني كي تقول لهم اودي هذاك زبل لا ينوضوا لك انت لا منه انت عادو، يقول لك عادو الزبل، يديروا كاع تكره الجزائر ويديروك من اريا تقود هذيك بيك 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 بالتخمام تاعك، بيك بالتخمام تاعك. على هذه نقولوا بلي اودي اليوم وين المنتخب الوطني إلا فيها ان شاء الله بربي كيما يقول لك إلا فيها يا ودي كاع لازم نتحدوا، بصح نتحدوا بكلمه تاع حقها ماشي تكذب عليا. انا على هذيك بلاد مكره، بصح ما تجيش تكذب عليا كي نقول نتحدوا، ما تجيش تكذب عليا، ما تكذبش عليا تجيب لي انايا. هيا نعطيكم حاجه، نعطيكم حاجه التاليه هذه، هذو ما هضروش كاع. على بالك بلي لونكيت بين داروا لونكيت كحله على ايطو وعلى قسامة، راحوا له عند نسابه عند خوتو عند خواته، شافوا في لي كونت الدراهم لا دخلوا ما صابوا والو. كي راحوا كي ايطو كي قسامة ما صابوا والو. الناس اللي جاب لك لي ميرو دو كونت قال لك لي قسامة وين تطلع عليه، هاي تكذب عليا، لا تطمعني. تروح تجيب لي فيديو تاع الفار يعني مفبرك مفبرك، فيديو مفبرك تجيبوا لي تقول لي يا لي، ومن بعد دير لي فيديو باللي البنت الزوج لاما، بصح كي تشوف انت البارتيه هو بالبعيد مزومي لك باللي لاما، بصح هي كي تشوف بارتيه البنت كيفاش تشوفها كيما ديريكت لعاب بعيد، انت جايب اللعاب مقدمه. يعني كي نقولوا لازم نتحدوا على كلمه حق، ماشي تبات تكذب على الغاشي، تكذبش على الغاشي ما تكذبش عليا. خاطر غادي نهار اللي غادي كل شعب يفيق غادي تولوا يشوفوكم حمير، يشوفوكم حمير، يشوفوكم مذنين تاعكم طوال. خاطر كاين حقائق، بصح الناس مشيت تهدرها مخليين مغلطين الشعب، يخرج لك بصح مغلط الشعب، بصح غدوة ان شاء الله الشعب انت شاد ولا الناس لا مؤمنين فيكم، راه كل ليله يقرا لك، كل ليله يقرا لك، كل ليله. هيا شاد غادي تقول له من بعد مي تظهر الحقيقه، شتا غادي تقول له هذاك دحمان هذاك كوافر هذاك جايبها سوف تهرب بالكلاب عندما ترى الاسود سوف من سوف. انا والله لا ماشي مأمن، بصح طمعت قلت بالك سبحان الله، بالك هذا عنده خوه يخدم في منا، بالك عنده من بالك سبحان الله بنادم. انا واحد يحلف لي الامنه، واحد كي يحلف الامنه، بصح من بعد بانك ما كان والو. الناس هذا مشراكه هذو كاع هذو اليوتيوبر كاع كانوا يقول لك باللي الفانتيا، انا الحمد لله يا ربي كنت نقول لكم الفانتيا ما كان والو، الفانتيا ما كان تاع قرار، وهذه تاع 3000 اورو خرجت لو 22 ابريل، خرجت لو 22 ابريل، خرجوها مساروه جابوها خرجوها. وحنا انا ما كذبت هدرت عليها، بصح شتي لا قاداني داني الشك، خاطش على هذاك المصدر يعني دائما وين يجيبوا مصادر موثوقه يجيبوها، على هذيك نأمنهم شي يهضروا. حنا نشوفوا نقعدوا نقارعوا، عرفت ما عاك تضرب شنو صار ياك تشوف ها زاتين غادي يكذب مع بهلول وحداد وكلش. قالوا اسمع رسلوا حمد احمد قالوا له ما خاصناش هذو 12، كانوا 12 في الهيئه تاع الاتحاد الافريقي، كانوا رؤساء هيئات وراحوا رسلوا لهم وقلعوهم. وهذه الخطره يعني راهي عندنا واحد برشا كاين واحد بهلول، بصح بهلول كي تبقى تشوف بهلول كي يروح كي راه فماك يعني ما يمثلش روحو، يمثل في الجزائر فاني راحوا قلعوه. يعني شتا غادي نوجدو من بعد ما ناش عارفين، لا غادي ندخلو بقوة الفوت لا جاي، لا غادي ندخلو بقوة صحة وصلاح. بصح إلا نقعدو نقلعو نقعدو نفوتو ربع سنين عرايا، أي مكان عليه بنادم تقلع حاجة اللي تكون دفياتك، أي مكان عليه ها والله مكان عليه، على نقصرو على روحنا ولا. المهم
حنايا كيما يقول لك هذا واش تكلم حسين جنات، يعني دار تنديد كيما دار تنديد الاولى زاد دار تنديد هذه، ومن حقه هذه هي.